بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هنكمل الوحدة الثانية شابتر 2 في المحاضرة كمبيوتر لوجيك ديزاين تصميم منطق الحاسوب. وصلنا لعندية نوح 2.6 يعني في كانونيكال اند ستاندرد فورمز. تمام، كان معي من الفورمز اسمه كانونيكال اند ستاندرد فورمز، هنتعرض عليهم الآن وهنشوف ايش واقع هدول النماذج او هذول الفورمز في الجبر البوليني او البولين اكسبريشنز. يعني هنتطرق هان لمصطلحين اسمه المين تيرمز والماكس تيرمز. ايش المين تيرمز وايش يعني الماكس تيرمز؟ المين تيرم هو ستاندرد برودكت، يعني عبارة عن ايش ضرب عادي بتكون من الاند تيرم كونسيست اوف all literals in their normal form or in their complement form. بمعنى لما نقول اي متغيرين، في المتغيرات اللي حكينا عنهم بيدخلوا على البوابة المنطقية a b c مثلا، حكينا a b هذا عبارة عن من term لانه مضروبات ال a في b. تمام، او نقول a b dash يعني ال a معكوس ال b معكوسة ال inverted، يعني برضو بكون ايش برضو من term. كل البرودكت تاعت المنت الفاريبلز الدخلات او الليترالز الدخلات على البوابات او في البوين اكسبريشن بسموهم ايش؟ كلهم بسموهم من تيرمز، يعني كل المضاريب هذه. مثلا عندنا متغيرين او فاريبلز اكس واي، فحكون اكس واي واكس واي داش واكس داش واي واكس داش واي داش عباره عن من تيرمز. هاي من تيرم 2 3 4 من تيرم. كمان بسموها برضو ستاندرد برودكت، عبارة عن ستاندرد برودكت يعني الضرب التقليدي. تمام، ان variables can be combined in form of two os n min terms two word by n. يعني عندنا كم من ترم؟ هنا عندنا ان variable، عندنا اثنين variable هنا مثلا x y، طلع عندنا اثنين اس اثنين بطلع عندنا اربعة ايش من ترم، عندنا ثلاثة بطلع اثنين اس ثمانية من ترم من ترمز، عندنا x y z كثير. زي بالضبط زي ايش اي حاجه اس اس ان. تمام، بس دائما تزيد حسب المتغيرات او حسب الاس. اس واحد بيكون اثنين وحده، اثنين اس اثنين بيطلع اربعه، اس ثلاثه بيطلع ثمانيه وهكذا. الماكس تيرم هو عباره ستاندرد سم، عباره عن جمع، فهو الاور تيرمز يعني كل مجموعه اورز، يعني اكس زائد واي اي زائد بي هكذا. تمام، also called ايش ستاندرد سم، عبارة عن جمع تقليدي. طبعا في الحالة هذه برضو عندنا 2 اس ان ماكس تيرم زي ما احنا عارفين. بس هان اللهم لما نقول اكس واي بصير اكس زائد واي، بعدين اكس زائد واي داش، اكس داش زائد واي، اكس داش زائد واي داش، بس هاي الفرق الوحيد. تمام، طيب ايش الكلام هذا بعدين بيجي؟ المشكلة في الشفية تقلب. اوكي، المين تيرمز والماكس تيرمز، each max term is the complement of its corresponding min term and vice versa. يعني كل max term هو عبارة عن المكمل أو الكومبلمنت تبع الإيش؟ المين تيرم. بمعنى لو أخذنا هون عندنا مثلا هنلاقي عندنا الإيش؟ الـ إكس واي زد الـ إم 7 يكون مقابلها إكس داش زائد واي داش زائد زد داش. التيرم عندنا شوف مثلا هنوضح المسألة أكثر، عندنا ثلاث متغيرات إكس واي زد، عندنا هاي المين تيرم هنا وهاي الماكس تيرم هنا. لما نقول عندنا x y z، لما يكون x بتساوي 0 y بتساوي 0 وz بتساوي 0، ما دام 0 حكون ايش x داش y داش z داش. تمام، وبالتالي طبعا x y داش x داش y داش z داش لانه 0 هات. لما يكون عندنا 1 بصير عندنا z بصير z مش داش، بصير x داش y داش z. تمام، هيك اقلبها حط الكومبلمنت تبعها، حط يعني هان عليها شحطة هيك فوق قوس، وحط فوق شحطة وزع على جوا، بتحول الضرب إلى قسمة وتغير إيش الإشارة، بصير x داش داش x زائد y داش داش y زائد z داش داش z. فبالتالي كل
الماكس تيرم هو الكومبلمنت تبع مين؟ تبع المين تيرم اللي عقبالها، تمام؟ العامل صار لها اكس واي زد، حط فوقها كلها داش ووزعها سبعة قدام ورجان، بيطلع لنا اكس داش زائد واي داش زائد زد داش، تمام؟ هاي الموضوع جربها كل مرة، هتلاقي لما تحطها قوس حط الداش وبعدين توزع الداش على المتغيرات اللي جوا، بصير الضرب تقلب الضرب الى جمع، بصير عندنا الاكس داش واي داش زد، بتصير اكس زائد واي زائد زد داش، تمام؟ وهكذا. فبيطلع عندنا الام 0 المين تيرم 0 بيساوي الماكس تيرم، هو عبارة عن كومبلمنت تبع الماكس تيرم 0. المين تيرم 1 هو الماكس تيرم تبع الام 1. الام 3 هو هو الكومبلمنت تبع الام ايش 3، تمام؟ هكذا. فالماكس تيرم هي الكومبلمنت تبع الكورسبوندنج مين تيرم، دائما هذه كومبلمنت لهذه وهكذا، وفايس فيرسا، والعلاقه عكسيه، تمام؟ طيب and boolean function can be expressed by a truth table، ممكن نعبر عن ايش اي داله من الجبر البوليني، اي داله بتروث تيبل جبر الحقيقه، او السم اوف مين تيرمز مجموع المين تيرمز، او ايش مضروب ايش الميكس تيرمز، تمام؟ ف اف 1 مثلا بتساوي اكس داش واي داش زد زائد اكس واي داش زد داش زائد اكس واي زد، وبتساوي ام 1 زائد ام 4 زائد ام 7 مين تيرم، تمام؟ فعرفنا عبرنا عنها بالطريقة هذه. او الاف 2 بتساوي اكس داش واي زد زائد اكس واي داش زد زائد اكس واي زد داش زائد اكس واي زد، وبتساوي ام 3 زائد ام 5 زائد ام 6 زائد ام 7 مين تيرم. طيب كيف عرفنا نطلع الاف 1 بتساوي هذول المين تيرمز والاف 2 بتساوي هذول المين تيرمز؟ ببساطه ما دام احنا عندنا ضرب، عندنا هان ضرب مش جمع، راح ندور وين عندنا بكون الناتج بتساوي ايش؟ واحد. وين عندنا هان في الاف 1 عندنا واحدات، عند هان اف 1 في عندنا هان واحد، مظبوط؟ الواحد جاي عقبال مين؟ هاي اكس صفر يعني اكس داش، واي هان ايش هو برضه قيمته صفر يعني واي داش، يعني اكس داش واي داش والزد واحد زي ما هي، هاي اكس داش واي داش زد. نجي كم ورينا هنا واحد، تمام؟ الواحد هذا عقبال ايش هو؟ اكس مظبوط؟ واي داش زد داش، هاي اكس واي داش زد داش. نجي كم ورا على الواحد الاخراني بلاقي كله هان ايش؟ اكس واي زد مش انفيرتد، بيطلع اكس واي زد، تمام؟ هكذا. نيجي على الاف 2 function 2، هلاقي عندنا هذا اول مره بيجي واحد، لما يكون عندنا مكان عند الاكس اكس زي ما هي، وايش الواي عفوا الاكس داش يعني صفر تصير اكس داش، الواي واحد والزد واحد، يعني اكس داش واي زد، هاي اكس داش واي زد. نيجي على البعديه هنا اف 2 بتساوي هنا واحد مقابلها شو هو؟ الاكس واي داش يعني زيرو بعدين زد، تمام؟ اكس واي داش زد، وهكذا لحد ما نصل عند هان اكس واي زد اخر شيء، وبكون عندنا هان بالضبط في المثال الاول ايش ترتيب هذه؟ 0 1 ما دام هان اول واحد طبعا 0 1 يعني ام 1، هان ايش؟ 2 3 4 فيها 1 يعني ام 4، بعدين 5 6 7 يعني ام 7، تمام؟ فبيطلع بالنهايه وين في واحد ترتيبهم هم ايش؟ المين تيرمز 1 4 7، والاف 2 اللي هو عندنا 3 5 6 7 وهكذا، تمام؟ يكون في واحد عدوها 0 1 2 3 هاي 3 4 5 6 و7 ايوه 3 5 6 و7 هكذا، تمام؟ فبنعبر عن اف 1 اف 2 يا بتروث تيبل كده او عن طريق المين تيرمز والماكس تيرمز بالام 1 ام 2 ام 3 ام 4 وهكذا، وين في واحد بالضبط ومجمعهم مع بعض طبعا المين تيرمز، تمام؟ سم اوف مين تيرمز. طيب ذا كومبلمنت اوف بوين فانكشن ايش الكومبلمنت تبع البوين فانكشن اللي هو الاف داش، بنعبر عنه بايش؟ بنعبر عنه طبعا ايش؟ بالماكس تيرمز. نشوف كيف ذا مين تيرمز ذات بروديوس ا زيرو اللي هو بكون ناتج عندنا في التيب في تروث تيب بيطلع الجواب صفر، هو الاف ايش؟ 1 داش، وبالتالي بسوي عن اف هو ايش؟ ال m0 m2 m3 m5 m6. رجعنا مره وين في عندنا اصفار؟ ال m0 m2 m3
M5 M6 هنرجع هنا هنلاقيه مظبوط M0 M2 M3 M5 M6 تمام، عبر عنه بما يقابلهم في الجدول الحقيقة هنلاقي عقبال الزيرو هذه X داش Y داش Z داش هان X داش Y Z وهكذا. طيب نيجي هنشوف بتلاقي عن X داش Y داش Z داش X Y X داش Y Z داش بعدين هذا X داش Y Z زائد X Y داش Z زائد X Y Z داش وحسب ايش وين جات الـ M's هذولا او الـ من terms هذولا. طيب F1 بيساوي F1 داش داش نعكسها يعني نحط كل هذا ايش بداخل ايش بداخل داش اقواس داش تمام، حطيناها في داخل اقواس داش ووزعنا داش على جوا صارت ايش بتساوي عنا، بصير محل الجمع هذا ضرب 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 وصار عنا داش عليه من جوا مظبوط. وزع كم مرة الداش اللي برا على كل قوس من هذول الاقواس اللي هو على مثلا اكس داش واي داش داش كلها في داخل جو داخل داش وزعناها بصير عنا ايش اكس داش داش زائد واي داش داش زائد زد داش داش يعني اكس زائد واي زائد زد تمام، والاكس داش عن ضرب صارت هان الهان الجمع هذا صار عندنا هان ضرب صار ضرب هنا، والاكس داش واي زد داش صارت عليها قوس وداش داش فكها بصير اكس اكس داش داش يعني اكس الضرب صارت زائد صارت والواي صارت واي داش زائد زد داش داش صارت زد تمام، وهكذا الزائد هذه صارت ضرب تمام ضرب بعدين اكس داش واي زد كلها في داخل قوس داش وزع الداش على الجواب بصير اكس داش اكس داش داش يعني اكس بعدين واي داش زائد زد داش هكذا، وهذولا هم بالضبط بيكونوا مجموع ايش مضروب المجموعات مضروب الصم برودكت اوف صمز يعني مضروب المجموع او المجميع، فبيطلع عندنا هذول يسموهم شو الماكس تيرمز، هذا بيكون الام 0 والام 2 والام 3 والام 5 الام 5 والام 6 تمام ام 5 والام 6 تمام بالضبط. الاف 2 نفس القصه نفس الخطوات هذه بنعوض عن الايش عن المين تيرم بتاعت الاف 2 وبنطلع الحل بنفس الطريقه هذه اللي هي بنحط عليهم قوسين ونحط داش اللهم فخي بيطلع لنا الجواب اكس زائد واي زائد زد اكس زائد واي زائد زد داش ضرب اكس زائد واي داش زائد زد ضرب اكس داش زائد واي زائد زد وبتساوي ام 0 M2 M0 عفوا M1 M2 M4 مضروب المجاميع مضبوط السبس يعني تمام. فهي القصة بناخذهم نحط لهم قوس داش بنوزع الداش على جوا ثم كمان مرة بنوزع الداش كمان مرة على كل التيرمز الصغيرة هذه بيطلع لنا بصير عندنا الضرب جوا الداخلي هذا بصير جمع وبنقلب الإشارات حسب كل واحد ايش تاخذ اشاره جديده حسب الداش اللي اجت لها تمام. نفس الموضوع من ملف 2 طلع عندنا ام 0 ام 1 ام 2 ام 4 اني بولين فانكشن كان بي اكسبريسد بالتالي بكون عبر عن اي بولين فانكشن كيف انه سم اوف مين تيرمز سم مينينج اورينج اوف تيرمز يعني نجمع إيه لانه حيطلع عندنا بالاخر اورينج اوف تيرمز ايش يعني متى يطلع عندنا واحد في الام 1 او الام 2 او الام 3 او الام 5 او المين تيرم 6 هاي المجموعه ليش اورز يعني لانه هاي بيطلع لنا واحد هنا او هنا او هنا او هنا او هنا فهي الاور عشان هيك. طيب وهان البرودكت اوف ماكس تيرمز برودكت اوف بيننج اند رينج يعني مثلا ليش حيطلع لنا هان حيطلع لنا ايش متى حيطلع لنا هذا الناتج لما يضموا ببعض تمام، وهذا نفس هاي المقصود فيها تمام. فبالتالي لما يكون عندنا هذه حيطلع عندنا الواحدات هان كيف ام 0 ام 1 ام 2 ام 3 لما يطلع عندنا كلهم هان واحد يطلع لنا الجواب عندنا واحد في الحاله هذه فقط، الباقي حيطلع عندنا ايش؟ غيرك حيطلع حل صفر للمضروبات تمام. طيب both boolean functions are said to be in canonical form في الحالتين هذه بسموا البولين فانكشنز انهم في حاله ايش؟ كانونيكال ماشي كانونيكال فورم حالة كانونيكال تمام. طيب some of min terms there are two in min terms two power to n min terms and two power to two in combinations of function with n boolean variables انا كم combination بيطلع عني 2 اس 2 n لكن عدد literals او عدد min terms عفوا بيساوي 2 اس n يعني بيطلع 2 اس 2 4 مثلا لو كان عندنا two variables 2 اس 8 min terms لما يكون عندنا 3 variables وهكذا، لكن عدد الكومبينيشن الممكنه يكون على 2 اس 4 لو كان عندنا متغيرين او 2 اس ايش
ستة لو كان عندنا ثلاث متغيرات، وهكذا حسب العمر هذا طبعا. فالمثال عندنا الفانكشن a زائد b c داش sum of min terms، نعبر عنه نعمل expression يعني نعبر عنه بالmin terms. ال f بتساوي a زائد b داش c. طيب كيف نشوف هذه؟ بتساوي a ضرب ال b زائد b داش، قلنا b زائد b داش بتكون دائما بتساوي ايش؟ واحد، لانه بتكون صفر او واحد، هي وهي ومعكوسه، فحيكون واحد فيهم واحد، بينهم اور يعني حيكون جاوب دائما هنا واحد، فاي ضرب واحد دائما ودائما بتغيرش قيمه اي. زائد بي داش سي زائد ايش؟ بي داش سي بتساوي اي ضرب بي زائد اي ضرب بي داش زائد بي داش سي. الان حناخذ الاي بي هذه ايش هي؟ برا الاقواس، حضر لنا شو جوا في الاقواس؟ عفوا حناخذ لنا الاي بي هان برا وتساوي لما دخلنا جوا تمام؟ C زائد C داش، يعني عندنا هان فيش C، هان A B برا جبناها، ضربناها المرة هذه C زائد C داش يعني واحد، زائد A B داش C زائد C داش، زائد A A داش B داش C داش، وين في عندنا الـ variable أو الليترال اللي ناقص؟ نضرب فيه اللهم إيش؟ في داخل قوس في داخل القوس مجموع مع إيش؟ مع الكومبلمنت تبعه عشان نغير القيمة، فمن هان A B فيش عندنا C. فضربنا في سي زائد سي داش، عندنا اي بي داش، فيش عندنا سي، ضربنا في سي زائد سي داش، عندنا هان بي سي، بي داش سي عفوا طبعا، فضربنا في اي زائد اي داش، تمام؟ وبالتالي صار عندنا الحدود هان كلها في اي بي سي، موزع هان اي بي سي زائد اي بي سي داش، هيها، زائد اي بي داش سي، زائد اي بي داش سي داش، زائد اي بي زائد A داش B داش C، تمام؟ طبعا أي تيرم بتكرر أكثر من مرة ممكن عادي نشطب المتكرر المكرر ونخلي منه نسخة واحدة، يعني لو عندنا مرتين مثلا A داش B داش C بنخلي واحدة منهم، تمام؟ F بتساوي A داش B داش C، يعني هاي نفسها اللي جبناها A داش B داش C، زائد A B داش C داش، زائد A B داش C، زائد A B C داش زائد A B C وتساوي من ترم M1 M4 M5 M6 M7. ال F بتساوي A B C بتساوي إيش إذا؟ مجموع المضاريب اللي هو من ترم اللي هو M1 و4 و5 و6 و7 هو 1 4 5 7 تمام، وهكذا بيطلع لنا ال F بتساوي هذه هي اللي هم إيش؟ E داش. طب كيف عرفنا هذا إنهم بتساوي M1 M4 M5 M6 M7؟ بهالبساطة اللي هو متى بكون عندنا 0 0 1 في الواحد، صحيح؟ لانه هو عوضها المحل A داش صفر ومحل B داش صفر والسي مش داش صارت واحد، تمام؟ يطلع صفر صفر واحد، قولها صفر صفر واحد حسب التيب بيطلع لنا واحد، مظبوط؟ بس هذا مش على التيب اللي اخذناها، احنا بنكون عارفينها اصلا انه صفر صفر واحد بتساوي واحد. طيب صفر عفوا واحد صفر صفر ايش بتساوي؟ اربعه، لانه ايش حسب الترتيب؟ واحد صفر صفر اربعه. طيب واحد صفر واحد ايش بتساوي؟ خمسه، والاي بي سي يعني واحد واحد صفر ايش بتساوي؟ ستة، واحد 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 سبعة، تمام؟ هل ام ليست ام سبعة اللي هي ايش؟ صار عندنا اف اي بي سي بتساوي السم اوف 1 4 5 6 اند 7 مجموع الايش البين تيرمز اللي هم واحد واربعة وخمسة وستة وسبعة، والتيبل هذا بتوضح الحل انه كيف هذول طلعوا هيك ام 1 4 وبعدين اخذنا منهم السم واحد اربعة خمسة، تمام؟ طبعا عشان السبب بقول لك كان عشان الحل بقول لك ايش نفهم هان اور بلت تروث تيبل عشان تتذكر انه هذول بيعبروا ايش عن اي من تيرمز. عندنا ثلاث متغيرات اي بي سي بنحوط التيبل 0 0 0 0 0 1 هكذا، وبعدين بنلاقي وين عندنا اي بي سي نفسها يعني 1 1 1 يعني 7، اي بي سي داش اللي هي ايش 1 1 0 يعني 6، وهكذا عشان نتذكر الحل اذا بدنا، بس المفروض الواحد من مخه يكون عارف انه في عقبه ايش لما يكون A داش B داش C داش يعني 0 0 0 A داش B داش C يعني 0 0 1 A داش B C داش يعني 2 هي 1 0 1 0 تمام وهكذا تمام. طيب product of max terms مضروب المجاميع يعني product of max terms using distributive law to expand يعني بستخدم قانون التوزيع عشان ايش عشان نكبرها ونعمل expandation لها. فx زائد y ايش بتساوي؟ x زائد y
ضرب اكس زائد زد، وزعنا ايش ديستريبيوشن، وزعنا الاكس على الجمع على الضرب جوا، تمام. صار اكس زائد واي ضرب اكس زائد زد، تمام. الان ايش بصير؟ اكس زائد واي زائد زد زد داش، تمام، ضرب اكس زائد زد زائد واي واي داش. دخلنا على هذه الزد اللي مش موجوده فيها، ودخلنا على هذه الواي اللي مش موجوده فيها في الترم هذا، تمام. طبعا واي زد زد داش بتساوي شو؟ اي شيء في المعكوس تبعه بيطلع الجواب شو؟ صفر. هو واحد منهم حيكون واحد والثاني حيكون صفر، فواحد في صفر حيطلع دائما صفر، وهي نفس الموضوع، تمام. فلما يكبر الترم عن طريق الجمع مع مين؟ مع العدد ومعكوسه، عشان يدخل ثلاث متغيرات في داخل الترم، ويساوي هان اكس زائد واي زد ضرب اكس زائد واي زد داش ضرب اكس زائد واي زائد اكس زائد زد واي داش، تمام؟ اللي هي اكس زائد زد هاي واي داش. طيب ليش ما خليش هان اكس زائد واي زد؟ لانها موجوده اصلا، اكس زائد واي زد هنا موجوده، فبالتالي مش حنكررها مرتين، قلنا مره واحده بتكفي، نفس لان نفس هتعبر عن نفس الحاله، اللي هو عندنا واحد واحد واحد، والناتج حيكون عندنا صفر او واحد حسب الفانكشن، حسب الداله الايش؟ داله الجبر البوليني عندنا. حسب دالة الجبر البوليني المستخدمة عندنا، فبالتالي حالة واحدة بنصفها مرة واحدة، مش بنصفها أكثر من مرة. فبنستخدم إكس زائد واي زد، إكس زائد واي زائد زد، ونسينا المرة الثانية حكون فيها كمان مرة إكس زائد واي زائد زد من هنا، إكس زائد واي زائد زد، فنسيناها المرة الثانية عاد. لاحظوها النقطة هذه وفهموها كويس، تمام؟ إكزامبل 2.5 مثلا عندنا مثال إكسبريس إف بتساوي إكس واي زائد إكس داش زد ك product of max terms، كذا مضروب المجاش مضروب الماكس terms. كيف؟ أقول عن f x y زائد x داش z، عندنا هاي هجمنا هنا، طبعا عندنا ثلاث متغيرات x y z، لازم نعمل extension لها، فطبعا x y زائد z داش، وزعنا ايش؟ الجمع على الضرب، ضرب x y زائد z، تمام؟ وهان حنلاقي عندنا x زائد z داش ضرب ايش؟ هاي الداش وزعناها على اثنين، صارت اكس 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 داش او اكس زائد اكس داش، وبعدين ضرب واي اكس داش ضرب اكس زائد زد ضرب واي زائد زد، تمام؟ ويساوي ايش عندنا الجواب؟ اكس داش زائد واي، تمام؟ اكس داش زائد واي ضرب اكس زائد زد ضرب واي زائد زد، تمام؟ طيب نيجي نكمل اكس داش زائد واي بتساوي اكس داش زائد واي زائد زد زد داش، وتساوي اكس داش زائد واي زائد زد ضرب اكس داش زائد واي زائد زد داش، تمام. اكس داش زائد واي زائد زد ضرب اكس داش زائد واي زائد زد داش، تمام. بعد ما حليناها بالطريقة هذه، اوكي. طبعا هون تلاحظين عندنا الاكس داش زائد واي بتساوي اكس داش زائد واي، زودنا هاي كمان مره اكس زد زد داش، تمام. وزعناها على جوا صار عندنا اكس داش زائد واي زائد زد ضرب اكس داش زائد واي زائد زد داش، تمام. حنكمل حل، حنلاقي عندنا الاف بتساوي اكس زائد واي زائد زد ضرب الاكس زائد واي داش زائد زد ضرب الاكس داش زائد واي زائد زد ضرب الاكس داش زائد واي زائد زد داش، وتساوي ايش؟ وتساوي عندنا ام 0 ام 2 ام 4 ام 5. طبعا ليش ام 0 هذا ام 2 ام 4؟ لان نلاقي عندنا هان 1 زائد 1 زائد 1 هذا الام 0، عندنا هان 1 0 1 ايش بتكون هذه اللي هي ايش؟ 1 0 1 هذه بتكون الرقم ايش؟ اثنين، وهان زي واحد زيرو واحد واحد، وهان عندنا واحد، لا عفوا زيرو واحد زيرو اللي هي دي عبارة عن اثنين، وعندنا هان واحد زيرو واحد اللي هي عبارة عن الخمسة،
وهان 0 1 1 هي الأربعة، تمام؟ على أي حال فنشوف كيف احنا عندنا بصير يصطلح وبتذكرها كويس. فعندنا x داش زائد y بتساوي x داش، خلناها أول ترم هذا اللي هو x داش زائد y بتساوي x داش زائد y زائد z زائد داش، تمام؟ حليناها هيك طلع عندنا الترم مع x زائد y x داش زائد y زائد z ضرب x داش زائد y زائد z داش، تمام؟ لقيتها بعدين نفس الموضوع عندنا x زائد z ناخذها بنضربها في ايش؟ نجمعها قصدي مع ايش؟ مع الواي واي داش وبنحلها نفس الطريقة هذه بيطلع عندنا بيطلع عندنا لنفكها الاقواس زائد ثلاث اقواس بعدين واي زائد زد حط زائد واي زائد زد زائد ايش زائد اي زائد اكس اكس داش عفوا زائد اكس يعني اكس 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 داش زائد واي زائد زد ونفس الموضوع بنوزع الاكس اكس داش زي ما وزعنا الزد زد داش على الجمع وهنا وزعنا وبنوزع هنا الواي واي داش على الاكس زائد زد زي ما عملنا هنا بالضبط بيطلع مجموعه من التيرمز المكرر بننساه والمش مكرر بننزله هنا بيطلع لنا اربع تيرمز غير مكرره اللي هم اكس زائد واي زائد اللي هو 1 1 1 اللي هو الام 0 عفوا اللي هو اخر واحد ايوه عندنا هان اللي هو بيكون على الكومبلمنت تبعها اللي هو الزيرو ونرجع عندنا هان 1 0 1 بعدين هان ايش 0 1 1 بعدين هنا ايش 0 1 0 وهي بتكون المعكوس بالشكل فبيطلع عندنا ايش بدل هذا المعكوس اللي هو 1 1 بيطلع الزيرو وبيطلع هذا اللي هو معكوسها ايش 1 0 1 اللي هي بصير هنا 0 1 0 اللي هي 2 وهان 0 1 1 معكوسه بكون شو ايش 1 0 0 اللي هي ايش الاربعه وعندنا 0 1 0 معكوسه بصير 1 0 1 الخمسه تمام وهكذا فبيطلع عندنا ايش الاف اكس واي بتساوي برودكت اوف 0 2 4 5 العموم اتذكر كمان مره انه عندنا هذا بعد ما حينا اكس واي اللي هذه اكس واي زائد اكس داش زد وزعناها جوا هذه توزيع حقنا الجمع الى ضرب وزعنا المعادله جوا صارت اكس داش زائد واي اكس واي وبعدين هان زد زائد اكس واي دخلناهم مع بعض وعندنا ايش طلع من الترمز هذول عندنا الثلاث ترمز هذول بالضبط لانه ايش المكرر ما بناخذوش قام ضربناهم جوا تمام يعني اكس زائد اكس داش ضرب واي زائد اكس داش اكس زائد زد ضرب واي زائد زد بتساوي قلنا ايش هان بتساوي عندنا واي زائد زد بعدين اكس زائد زد وهذه اكس زائد ايش اكس داش زائد واي اللي هذه ولانه هان لو اخذناها جوا هذه عليهم حيطلع عندنا الجواب عندنا ايش اكس اكس داش بيطلع بصير عندنا الجواب عندنا ايش صفر طبيعي تمام المهم فعد ما بعد جمعنا الترمز هذول بيطلع عندنا اكس داش زائد واي زائد اكس داش زائد واي ضرب اكس زائد زد ضرب واي زائد زد اخذناهم بالترم هذول هنلاقي عندنا ايش احنا نقلب ايش نقلب نطلع الترم هم مضروبين بس لازم نطلع في الترم كله قلنا في المين ترمز والماكس ترم ما بكفيش نقول عندنا اكس وواي لازم عندنا ما دام عندنا ثلاث فاريبلز ثلاث مداخيل 3 انبوتس يعني لازم يكون ايش الترم يشتمل على الثلاث مداخيل فبنضرب ايش فبندخل عندنا شو بندخل عليهم الايش المتغير الثالث عندنا هنا اكس داش زائد واي بدنا الزد كيف بندخلها بقول بنجمع مع زد زائد زد داش وبنكمل حل بيطلع لنا التو تيرمز هذول تمام عندنا هنا اكس وزد اكس زائد زد بندخل معهم الواي والاكس زائد زد زائد واي واي داش فبتلاقي وبنكمل حل حيطلع لنا ترمين زي كده بس مختلفين عنهم اللي هم اكس واي داش زد مثلا وعندنا اكس زائد زد عفوا واي زائد زد فيش فيها اكس فبنزودها زائد اكس اكس داش وبرضه بنكمل حل زي ما حليناها بالضبط في الترم الاول بيطلع عنا المعادلات او ترمين زي هذول تمام حيطلع لنا في الاخر حسب ايش اللي عندنا اصفار ولا وحدات وقلنا دائما عندنا بناخذ بالعكس عندنا لما كنا 1 1 1 يعني هذا ايش المعكوس يعني صفر عندنا 1 0 1 يعني المعكوس يعني ايش هو 0 1 0 يعني 2 عندنا هان 0 1 1 عندنا هان شو 1 0 0 اللي هي 4 وعندنا هان 0 1 0 يعني 1 0 1 معكوسه تمام اللي هي 5 تمام وهكذا بيطلع اكس واي زد بتساوي البرودكت اوف ايش اوف سمز اللي هي 0 2 4 5 تمام ان شاء الله يكون واضح قدر الامكان
رجعوها وراي كويس، ان شاء الله بكون فهمتوها. في شيء مش واضح نعمل له لقاء مفتوح. تمام، نكمل. The complement of the function expressed as a sum of min terms equal to the sum of min terms missing from the original function. بمعنى the complement مكمل الفانكشن اللي هو بنعبر عنه بطريقة الجمع مجموع المضاريب المين تيرمز يعني بساوي المجموع المين تيرمز ايش missing from the original function. تمام، هو عبارة ايش المجموع المين تيرمز اللي هم مفقودين من الفانكشن او الدالة الأصلية. تمام، فالكومبلمنت تبعهم تبع الكومبلمنت على الفانكشن اكسبريست يعني الكومبلمنت تبع الداله اللي بنعبر عنها بالمين تيرمز بايش بكون هو عباره عن مجموع المين تيرمز اللي هم اصلا مش موجودين في الفانكشن نفسه الاصلي اللي اخذنا عن طريق الكومبلمنت تبعه. طلعنا عن طريق الكومبلمنت تبعه المين تيرمز تبعهم. بمعنى عندنا فانكشن اي بي سي وفي هاي المين تيرمز تبعونه سام تبعهم سم اوف برودكت اللي هو اي 1 4 5 6 7. بالتالي بكون الكومبلمنت تبع الاف اللي هي اف داش اللي هو اف داش اي بي سي بتساوي اللي مش موجودين هنا. يعني ايش ان هنا 1 4 5 6 7 مظبوط، ايش مش موجود عندنا؟ عندنا الصفر مش موجود والاثنين مش موجوده والثلاثه مش موجوده، اذا هم بكون المين تيرمز تبعينه للايش للكومبلمنت. المفقود هنا بكون هو المين تيرمز تبعت الكومبلمنت، هذا المكتوب هنا بالضبط. باي دي مورجانز ثيوريم الاف اي بي سي مثلا بتساوي البرودكت للزيرو تو ثري. يعني عمليا احنا ممكن عشان بانو عمليه دي مورجان لو حطينا الداش ووزعنا الداش على المتغيرات في الداخل وقلنا الجمع الى ضرب بكون عندنا البرودكت تبع ايش ال 024 هو عباره عن ايش يعبر عن الايش عن الكومبلمنت فانكشن او البنتيمز مش موجودين في الاساس. يعني الاف داش اي بي سي بيساوي البرودكت هي ايش 1456. بمعنى عندنا بدل ما نقلب بدل ما كان عندنا هان السم بصير السم بصير برودكت. تمام، بالتالي بصير الاف داش اي بي سي اللي مش موجودين هنا بدل ما كان موزع الجمع بحول الجمع الى ضرب بصير عندنا ايش. تمام، فبصير عندنا الكم تبعهم اللي هو 1 4 5 6. تمام، هذا احنا دمرجان. اذا وصلنا للنتيجه انه الام جي داش اللي هي معكوس الاي من تيرم هو عباره عن ايش الماكس تيرم المقابل لها. فالماكس تيرم هو معكوس المين تيرم. هنا جينا هان المجموع سام اوف برودكتس طلع لنا هان ايش مقابلها مين مقابلها ايش السام برودكت اوف سامز عفوا مقابلها وهكذا. هان سام برودكت طلع قبلها ايش برودكت اوف سامز. يعني السام اوف مين تيرمز بيساوي برودكت ايش اوف ماكس تيرمز. السام اوف مين تيرمز مجموع المين تيرمز بيساوي مضروب ايش الماكس تيرمز. هي هنا مضروب الماكس تيرمز مجموع الماكس تيرمز متهان وهكذا. بس ايش اهم شيء نلاحظ انه وين الاف داش وين الاف. تمام، انترتشينج ذا سيمبلز السم والبرودكت اند ليست ذوز نمبرز ميسنج فروم ذا اوريجينال فانكشن. يعني ايش بنعمل؟ بنحول الرموز من السم للضرب وبنعمل ليستنج لمين؟ للنمبرز اللي هم مش موجودين في الفانكشن الاصلي. فبناخذ السم اوف ونز وفي الماكس تيرمز بناخذ ايش برودكت اوف زيروز. وين في زيروز نضربهم ببعض. تمام، هذول الزيروز الموجودين بناخذ الماكس تيرم اللي عقبالهم اي زائد بي زائد سي مثلا ضرب اللي بعديه وهكذا. والمين تيرم بياخذون في وحدات وبيجمعهم مع بعض بس بيكونوا مضروبين اي بي سي ورا بعض او اي ضرب بي ضرب سي. تمام، هكذا موضوع ايش ترشيد سيمبلز السم اند برودكت. نبدل السم سم مع برودكت واعمل ليستنج للنمبرز اللي هم مشهورين في الاوريجينال فورم. تمام، اكزامبل اف بتساوي اكس واي زائد اكس داش زد. تمام، اف اكس واي زد بتساوي السم 1 2 1 3 6 7. تمام، والاف اكس واي زد بتساوي برودكت 0 2 4 5. تمام، فعمليا الاف بتساوي اكس واي زائد اكس داش زد. فعندنا هون الاكس واي زد. تمام،
مثلا كانت في التيبل عندنا 0 0 0 لعند 1 1 1 تحت، مثلا طلع قبلها عندنا 0 1 0 1 0 0 1 1. طيب بناء عليه حيطلع لنا وين المين تيرمز؟ ما هي اول مين تيرم؟ عندها في واحد، تطلع لنا ايش؟ اكس داش واي داش زد، تمام؟ يعني هاي الواحد. وعندنا هان كم مره واحد؟ اكس داش واي زد اللي رقم ثلاثة، تمام؟ وعندنا هان واحد اكس واي زد داش اللي رقم ستة، وعندنا واحد اكس واي زد اللي هي رقم سبعة، ما فيش فيها شيء داش فيها، تمام؟ والبرودكت اوف سمز عقب المقابل لها، تمام؟ المقابل لها. طبعا لو عوضنا هان اكس واي زد اكس داش زد باصفار حيطلع لنا نفس هذا هو الفانكشن. لو عوضنا في الفانكشن هذا هيو هنا معبر عنه بالصفر حسب القيم المدخله، عوض عن اكس واي وزد هذول الاصفار الوحدات حيطلع الناتج عندنا زي، تمام؟ نجي كمان مره الحل، حنلاقي عندنا اول حاجه عندنا زيرو هنا، وين الزيرو هذا موجود؟ عقبال زيرو 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 عن اكس داش واي داش زد داش، تمام؟ وبالتالي حكون عندنا ايش؟ عند الزيرو. ثاني مره عند ايش؟ عند ايش؟ زيرو 1 0 عند الترين، وعندنا هان 1 0 0 يعني عند الاربعه، وعندنا هان بعدين ايش؟ 1 0 1 اللي هي عند الخمس. هكذا عبرنا عن موضوع انه السمز سم برودكت برودكت السمز انهم معكوس بعض، وين ما في ان هان اقلب الاشاره اقلب الاشاره الجمع الى ضرب وخذ الميسنجز، بدل ما اخذ الوحدات خذ الاصفار بيطلع عندك ايش؟ الماكس تيرمز، او العكس اقلب الضرب الى سم وايش بصير؟ وخذ تاخذ وين في اصفار خذ ايش؟ وين في وحدات الونز بيطلع عندك المين تيرمز. يا رب يكون الان وضحت موضوع المين تيرمز والماكس تيرمز كيف بيعبروا عن ايش؟ وايش واقعهم؟ وكيف ممكن نعبر عن الفانكشن اف عن فانكشن اف باستخدام السم تبعهم او الايش بروجكت تبعهم تاع الماكس تيرمز او المين تيرمز، تمام؟ طيب عندنا ايش اسمه ستاندرد فورمز، لانه عنوان كل الموضوع تبع اليوم قلنا كانونيكال فورمز اند ستاندرد فورمز. طيب ستاندرد فورمز ايش بوقعهم؟ نحكي عنهم الان. الكانونيكال فورم ار فيري سيلدم ايش؟ ذا وانز وذ ذا ليست نمبر اوف لترز، يعني لاحظتوا قبل شوي عشان لازم يكون عندنا في كل مره اكس واي زد داش مثلا او اكس واي زد كنا نعمل اكستنشن للتيرمز، نضرب في المين تيرمز ايش؟ نجمع مع اكس زائد واي داش مثلا عشان يصير عندنا اكس لو ما فيش اكس موجوده، او نجمع مع واي زائد واي داش عشان يصير في عندنا واي اذا كان بين الموضوع هو اكس زد مثلا. وفي المين ماكس تيرمز كنا نضرب ايش؟ نجمع مع مين؟ او نضرب عفوا نضرب في الاول في قوس اكس زائد اكس داش او اكس زد زائد زائد داش مع المين تيرمز. وفي الماكس تيرمز ايش؟ نجمع مع زد زد داش اكس اكس داش عشان نزود ايش؟ اللتر اللي ناقص عندنا. فعمليا في الكانونيكال فورم لازم يكون عشان نعبر عن الفانكشن لازم يكون عندنا ثلاث متغيرات موجودين زي ما انتم شايفين. ها عندنا اف لازم يكون اف اكس واي زد لازم دائما نعبر عنه بالثلاثه. لاحظوا هنا كنا دائما هنا ايش نعمل؟ عشان عندنا مثلا اكس واي كنا ايش نعمل؟ عن اكس داش زائد واي كنا ايش نعمل؟ على السريع نقول اكس داش زائد واي زائد زد زد داش عشان ندخل زد هان، وهنا لازم ندخل واي ونقول زائد واي واي داش، وهان نقول ايش؟ عندنا واي زائد زد، فعشان لازم ندخل اكس فنقول اكس اكس داش، وقبل كنا نعمل ايش؟ اكس زائد اكس داش مضروبه في ايش؟ في المين تيرم عشان ندخل. فبالتالي مقصود فيها انه لازم يكون عندنا دائما ايش موجودين التريد فاريبلز عشان نعبر عن المين تيرمز والماكس تيرمز في الكانونيكال فورمز، تمام؟ طب الستاندرد فورم، الستاندرد فورمز the terms that form the function made obtain one two or any number of letters، يعني التيرمز اللي هم المقادير اللي بتكونوا مجموع او عفوا الحدود اللي بتكون المقدار ممكن تكون فيها متغير واحد لتر واحد او اثنين او ثلاثه حسب الموضوع. فمثلا عندنا sum of products هنا اف مثلا بتساوي واي داش، بس شايفين واي لحالها واي داش واكس زد او عفوا اكس واي متغيرين تو فاريبلز، وعندنا ممكن تكون ثلاثه اكس داش واي زد داش ثلاث متغيرات، تمام؟ بدك اف سامس اف 2 نعبر عنها بايش؟ اكس واي داش زائد زد ضرب اكس داش زائد واي زائد زد داش. شايفين هان قد تكون الامور اسهل يعني اقل في المتغيرات. ف 3 بتساوي اي داش بي داش سي دي
زائد A B C D داش، تمام؟ فبالتالي إيش يعني صارت F 3 نعبر عنها، عبر عنها بإيش؟ بأربع متغيرات، مش بس بثلاثة أو باثنين أو بواحد. لكن هذا فرق من الستاندرد فورمز، إن هم ممكن لازم دائما التيرمز يكون فيها كل تيرم زي المين تيرم والماكس تيرم يكون فيه ثلاث متغيرات مع بعض أو الأربع متغيرات حسب الفانكشن، حسب الدالة البولينية هان أو دالة الجبر البوليني، فيها كم عدد المتغيرات نحطهم كلهم في كل تيرم. واضحة؟ يعني لا يتوجب هنا في الستاندرد فورمز إنه كل المتغيرات تاعت الدالة في الجبر البوليني يكون نعبر عنهم في كل تيرم، لا، ممكن التيرم يكون فيه متغير واحد فقط زينا واي داش أو اثنين اكس واي أو ما إلى ذلك. هاي الفرق بين ستاندرد فورمز والكانونيكال فورمز تاعت المين تيرمز والماكس تيرمز. نكمل. طب تو ليفل امبلمنتيشن، كيف نعمل امبلمنتيشن لهذه الدوائر المنطقية أو كيف نستخدم للفانكشنز الدوائر هذه الجبر البوليني نعملها امبلمنتيشن في الهاردوير؟ بسيطة. عندنا هان واي داش، بناخذها واي داش وبندخلها، في عندنا هان اور زائد ذات اور، وهان كمان زائد، يعني بدك نفس الاور كمان مرة. ثاني حد بكون اكس واي، بقول هان اكس واي يعني اكس ضرب واي اند دخلناها، وعندنا اخر حد اكس داش واي زد داش، اكس داش واي زد داش، طلعنا عميد اند ودخلناهم كلهم اور اور، هي ثلاث مداخل، طلع عندنا الاف 1 اللي هو المخرج تبعها. او برودكت اوف سمز، عندنا x ضرب ضرب مين؟ ال y داش زد، y داش زائد زد يعني اور، هاي اور x x y داش زائد زد يعني ايش؟ يعني y داش اور زد، تمام؟ على الان برضه لو مضروب ضرب، كان مره مضروب هنا كان برضه بيجي هنا ضرب، بس ايش هنا جوا؟ x داش اور y اور زد داش، يعني في هنا بلس بلس، ف x داش اور y اور زد. تمام، دخلنا على طلع ال F2، هيك عبرنا على البرودكت اوف سامز عملها امبلمنتيشن بالبوابات المنطقيه، وهذا نسمى برودكت عملها امبلمنتيشن في البوابات ايش؟ المنطقيه. طيب عندنا المالتي ليفل امبلمنتيشن، يعني عندنا اكثر من مستوى شو اسمه، اكثر مستوى الامبلمنتيشن في الداله يعني، فبنعمل ايش؟ عندنا مثلا عندنا هان اللي هو قال لك سي ضرب دي زائد اي، يعني عندنا هان دي اور اي كمان مضروبه في الدي، مضروبه في السي عفوا، فعندنا هان تو ليفلز، هي مستوى وهي المستوى الثاني. بعدين دخل على المستوى اللي بعديه اللي هو الاور تبع الاي اند بي، اي اند بي، هي اي اند بي جبناها هنا، تمام؟ طب ولو كان عندنا هان اكثر من متغير، عندنا اي اند بي، سي اند دي، سي اند اي، تمام؟ وعندنا بيطلع هان اور سي اي اف 3، تمام؟ هكذا، اوكي، تمام. على العموم هذه عملنا مالتيبل، هيك عم بنعمل عملت المالتي ليفل امبلمنتيشن. طيب هل دائما عندنا المالتيبل ليفل امبلمنتيشن ممكن ولا مش دائما ممكن؟ يعني عندنا مثلا هنا اند اور دخلنا ورا بعض، طب نشوف. مش هذا الان في عندنا اذر لوجيك اوبريشنز تو اس ان روز ان ذا تروث تيبل اوف ايش ان باينري فاريبلز، يعني عندنا متغيرين بيطلع 2 و2، هنا 4 0 0 0 1 1 0 1 1، عاد ايش السطور اللي ممكن ايش نعملها. 2 اس 2 فانكشنز اوف ان ايش فور ان فاريبلز، يعني 2 اس 2 اس ان بمعنى 2 اس ايش 4، وبالتالي بيطلع لنا ايش 16 حاله، تمام؟ وعندنا ايش 16 فانكشن اوف تو باينري فاريبلز، يعني 2 متغيرين حيطلع 16 حاله، 16 فانكشن نعبر عنه في جدول زي ما شايفين. عندنا 0 0 0 1 1 0 1 1، حيطلع لنا الحالة الأولى شو هو؟ حيطلع لنا الحالة الأولى 0 0 0، الحالة الثانية 0 0 1، الحالة الثالثة 0 0 1 0، الحالة الثالثة 0 0 1 1، الحالة الرابعة 0 1 0 1 0 0 عفوا، اف 5 0 1 0 1، الاف 6 فانكشن 6 يعني أو الدالة السادسة 0 1 1 0، الدالة السابعة F 7 بيساوي 0 1 1 1، الدالة الثامنة ايش بيساوي 1 0 0 0، بعدين F 9 1 0 0 1، F 10 1 0 1 0، F 11 1 0 1 1، F 12 1 1 0 0، F 13 1 1 0 1، F 14 1 1 0، F 15 1 1 1 1، فعندنا 16 حالة او 16 فانكشن ممكن نعبر عنه لما يكون التو تو باينري فاريبلز، تمام؟ all the new symbols expect
except for the exclusive or symbols are not in common use by digital designers. بمعنى السيمبلز اللي حنجي نشوفهم كمان شوية يعبر عن هذول 16 function عدا الاكسكلوزيف اور، هذول لسه ايش غير معتادين عند ايش يعني are not common use، بس مش كل يوم يعني مش دائمين الاستخدام عند مصممي الدوائر الايش المنطقية الباقي في الديجيتال ديزاينر اللي هم مصممين الدوائر الايش الرقمية. اوكي هنلاقي عندنا 16 حالة F0 وال F15. ال F0 ان النول باينري كونستانت 0، ال F1 هي الضرب X Y تمام هي ال AND X AND Y. الحالة الثانية هتلاقيها F2، هنرجع ورا هنلاقي F1 هي الضرب يعني F1 هي الضرب. ليش الحالة هي واحد 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 طلع عندنا جواب عندنا واحد يعني هي الضرب، وهذه واحد وزيرو حيطلع عندنا هذه عبارة عن الأور لأنه واحد منهم واحد مثلا تمام كيف؟ فعنها هان شايفين اللي هو اكس واي داش يعني هان واحد صفر يعني صارت هي اكس ايش انهبيتيشن يعني اكس صح لكن مش بتنط ايش واي. فعنها الاكس ترانسفير يعني هو عباره عن داخل طالع زي بس ترانسفير بفرنج يعني الاكس داش واي بتنط اكس يعني انهبيتيشن واي بتنط اكس بعد هذه اللي كانت تقابل اكس ايش واي داش، والواي هي بالترانسفير زي الاكس لحالها هنا تمام اللي داخل طالع في الواي. بعدين اكس واي داش زائد اكس داش واي هي اكس اكس اور واي الاكسكلوزيف اور اكس اور واي بطنط بوث يعني واحد من اثنين بس مش اثنين يكون واحد تمام. واكس زائد واي اللي هي الاور اكس اور واي، والاكس زائد واي داش اللي هي النور وهي شعرها سهم لتحت نور نوت اور، وعندنا اكس واي زائد x داش y داش بتساوي x x or y داش يعني equivalence اللي هي x equal y يعني أي واحد فيهم بيساوي الثاني، y داش y داش complement not y اللي هو معكوس ال y، وال y زائد x زائد y x زائد y داش اللي هي x محتوى من y in implication if y then x، وال x داش بيساوي complement not x، وال x داش زائد y x محتوى في ال y implication if x then y، x y dash x سهم الأعلى y رمزها وتعني الناند not and x and y كلها داش يعني not and، وهان عند الواحد اللي هي identity اللي هو عكس ايش اللي هي null binary constant اللي هي binary constant 1 اللي هي ايش الواحد. نرجع ورا حنلاقي عندنا كله هان واحد 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 دائما ايش مكان داخل عندنا حيطلع الجواب عندنا واحد، واول مره هي الزيرو وايش مكان داخل عندنا حيطلع عندنا زيرو. واحد تلاقي لو مررنا الدوائر هاي عندنا الاكس اور والنور والنوت اور والنور كله جاي معبر عنه حسب حتى الاكس والواي في الفانكشن المقابل له كله من اف زيرو لعند اف 15. لو طلعنا كمان مره هنا الاقي من اف زيرو لاف 15 تعبر عن هالحالات كلها في الفانكشن. لكن في عندنا ايش نقطه نحكي عنها في النقطه هذه اللي هي اللي هي ايش البوليان اكسبريشن اند والاور اند نوت اوبريشنز. حنرجع كمان مره كمان شويه للفانكشنز تاعت الصفر ل 15 بس بعد نحكي عن النقطه هذه اللي هي الاند والاور والنوت كونستراكتنج جيتس اوف اذر لوجيك اوبريشنز. الاند والاور والنوت ممكن هم بيستخدموا الاحجار الاساسيه لبناء البوابات المنطقيه المعقده، بمعنى بنستخدم الاند والاور والنوت عشان نبني عليهم ونكون منهم اكس اور ونور وكذا، فهمتوا كيف؟ واند اند واند اور من داخل اكثر تعقيدا. ليش؟ فيزابيلتي اند ايكونومي لان هم متوفرات واقتصاديات، ذا بوسيبيلتي اوف اكستندنج جيتس انبوت ونكمل او نوصل نخليهم ثلاث مداخل اربع مداخل على الاند او الاور او النوت عادي، ذا بيزك اوبريشن of the binary operation commutative and associative، بمعنى انه العمليات الاند والاور هذه بالذات هي عمليات ايش commutative and associative يعني عملية تبادل ابدالية وايش متعدية، يعني ممكن نقلب الاقواس اقول اكس واي زد او اكس افتح قوس واي زد او افتح قوس اكس واي بعدين زد والجمع زي الجمع والضرب يعني. The ability
اوف ذا جيت تو امبلمنت بولين فانكشنز، امكانيتها الجيس تعمل امبلمنتيشن لاي ايش؟ لاي داله من جبر البولينيه، داله بولينيه، تمام؟ هذا الخواص الاند والاور والنوت انه ممكن نعبر عنه عن طريقهم نبني اي مصطلح او اي اكسبريشن في جبر البولينيه، اي فانكشن اي داله من جبر البولينيه، تمام؟ نتاكد الموضوع كيف؟ ان هان تو ار ايكوال تو ا كونستانت. نرجع كمان مره للفانكشنز اللي هم غير الاند والاور والنوت. عندنا بالفانكشن اللي حكينا من 0 تو 0 ل 15 اللي هم 16 فانكشن، عندنا اثنين عباره كونستانت اللي هم اف 0 اف 15، لانه ده ايش بيدخل عند الاف 0 والاف 15 حيطلع لنا يا اما عند الاف 0 حيطلع صفر دائما، وعند الاف 15 حيطلع قديش؟ واحد، فبيطلع الجواب عندنا كونستانت. اذا عمليا هذه العمليه قد تلزم في بناء الدوائر المنطقيه بس مش دائما، انه يطلع دائما الجواب عندنا صفر، يطلع عندنا الناتج عندنا واحد في الحالات هذه. 4 ار ريبيتد توايس، يعني الاف 4 والاف 5 والاف 10 والاف 11 مكررات. نرجع كم مرة على الجدول هنلاقي عندنا الاف 10 مثلا، عندنا هان انهبيتيشن، عندنا هان انهبيتيشن، عندنا هان امبليكيشن، وعندنا هان امبليكيشن، وعندنا كومبلمنت، وعندنا كومبلمنت، في عندنا ايش؟ أربعة وترانسفير وترانسفير. فإذا في عندنا أربعة دوال مش لازمة مكررة، لأنه اف 2 اف 4 يعني اف 2 بصير اف 3 والاف 4 بصير كمان مرة مكررة، وهذا نفس الموضوع اللي اف 11 واف 13 هكذا. نيجي يعني نرجع اللي بحكي عنهم، هو اف 4 و5 و10 مكررات، 11 13 و10 و12 و4 و3 و5 و6، فهم نفس البطاقة مكررين بعض. فالانهبيتيشن اف 2 اند امبليكيشن اف 13 ار نوت كوميتيتيف اور اسوشيتيف، يعني الدوال هذه الاف 2 اللي هم والاف 13 غير متعديات وغير اسوشيتيف، يعني غير ابداليات، بمعنى ما ينفعش نقول زي الزائد انه من ما نغير الاقواس بضل ناتج الجمع واحد او ناتج الضرب واحد، ولا هم متعدي ولا هم ابداليات. نقول اكس زائد زائد واي بيساوي واي زائد اكس، فيش ابداليه وفيش فيه تعدي، وبالتالي هذا الموضوع ايش؟ غير فالكوميتيتف ولا ايش؟ اسوشيتف مش جاي عندهم. بالتالي ذا اذر ايت الثمانيه المتبقيه اللي هو كومبلمنت المعكوس اللي هو بقلب الفانكشن اف 12، والترانسفير اللي هو الاف 3، والاند الاف 1، والاور اللي هو اف 7، الناند الاف 14، والنور الاف 8، والاكس اور اف 6، اند ايكيفالنس اكس نور اف 9 ار يوزد از ستاندرد جيتس. اذا هذول هم الجيتس او البوابات المنطقيه المعتمده كستاندرد جيتس، هم بيلزموا البقيه مكرره او غير معتمده لانه لاسباب اخرى منها اسوشيتيف ولا كوميتيف، تمام؟ فالكومبلمنت هو الانفرتر اللي بيعكس، وبعدين الترانسفير هو البفرنج، قلنا قبل شوي الترانسفير الداخل هو الخارج لهم مع تاخير، هو هي عمليه ايش؟ التاخير هي عمليه بفرنج او تخطيط مؤقت، فانكريزنج درايف سترينج، والايكيفالنس اللي هي الاكس نور كمان هي ايش؟ موجوده لجانب الثمانيه، تمام؟ طيب consider the 16 function in table 2.8 slide 33. ارجع لهم هنلاقي هذا الشرح كله بحكي عن السلايد اللي قبل في سلايد 33 اللي هو قبل شوي كنا نحكي عنه، اظن مش 33 رقم سلايد كان، بس table 2.8 كنا نحكي عنه اللي هو 2.8، بس سلايد 39 مش 33، تمام؟ اوكي نيجي هنا على نكمل. هنلاقي عندنا هذول الفانكشن كل هذول البوابات موجوده، عندنا الاند اللي هو اف أو اكس واي، وهذا حكينا من زمان بيطلع لنا واحد لما كنت ندخن واحد، الاور لو اكس زائد واي ودائما بيطلع لنا واحدات طالما انه في احد الانبوتس الاكس او الواي بيساوي واحد، الانفرتر بيعكس اكس بتصير اف داش او بتصير اكس داش، يعني الله صفر بتصير واحد وواحد بتصير صفر، والبفر اللي هو اكس اف اللي هو اف بتساوي اكس الداخل هو الطالع بس مع التاخير، صفر بضل صفر والواحد بضل واحد، اللهم بتاخر شوي ففي بفر تخزين مؤقت اسمه هو ترانسفير، بسموه ترانسفير او بفر. الناند عكس الاند، وين ما في صفر ناتج بصير واحد، يعني ها نط صفر بيطلع صفر عند في الاند بصير واحد، بيطلع واحد واحد واحد، وين المفروض يطلع واحد في الاند بيطلع صفر بعكسه. النور عكس الاور، وين ما في شيء عندنا واحد بيطلع ايش؟ بيطلع واحد، يعني عندنا صفرين بيطلع بيطلع عندنا صفر بيطلع كسر ذات واحد، والباقي كله حيطلع فيه واحد بيطلع اصفار. اكسكلوسيف اور اللي اكس اور يعني هي اكس واي داش زائد اكس داش واي اللي هي يا اما او، واحد من اثنين يكون واحد يطلع الجواب واحد، فعندنا هان واحد طلع لنا واحد،
عندنا واحد وصفر، عندنا واحد. لما كان عندنا اثنين واحدين ما زبطش، طلع جواب صفر. فلو اما او لازم يكون exclusive nor or equivalence. الايكفالنس تبعت ايش؟ التكافؤ يعني. لما يكون المدخلين متكافئين تطلع الجواب واحد. المدخلين عندنا صفر صفر طلع الجواب واحد، المدخلين واحد واحد متكافئين طلع الجواب واحد. غير هيك فيش تكافؤ في المداخيل اكس واي، زهان صفر واحد واحد صفر طلع الجواب عندنا اصفار. تمام، هاي لوجيك جيت كمان او السمري تبع ايش تبعهم في الجدول هذا. نيجي عندنا هنا على الاكستنشن تو مالتيبل انبوتس. متى ممكن اعمل مالتيبل؟ يعني مثلا الان خلي الان بدل ما هي اكس واي خلي اكس واي زد ثلاث انبوتس للان، او الاور اخليه برضه اكس واي زد ان مثلا ثلاث اربع مداخيل للاور. متى هذا الكلام ممكن؟ تو حكيت له شوي عنه وحنرجع له كمان شوي لقدام. تمام، A gate can be extended to multiple inputs. ندخل gate أكثر من input if it is binary operation is commutative and associative. يعني لازم تكون عشان نعملها extending تكون إيش إبدالية وإيش ومتعدية associative. يعني عمليا الجمع والضرب مثلا عملية إبدالية وعملية متعدية، يعني ممكن غير مكان الأقواس بدون عادة، فهي commutative and associative. فبالتالي ما دام الجمع والضرب هم عمليات إبدالية، فبالتالي بيكون الأند والأور كوميتاتيف اند اسوشيتيف. فبالتالي يعني لانه الاور بتساوي اكس، اكس فيها زائد واي بتساوي ايش؟ واي زائد اكس، والاكس زائد واي زائد زد بتساوي اكس زائد واي، وغير المكان الاقواس صارت واي زائد زد وبتساوي اكس زائد واي زد بدون اقواس. الان نفس الموضوع، اكس واي بتساوي واي اكس، واكس واي ضرب زد بتساوي اكس ضرب واي زد وبتساوي اكس واي زد هكذا. اذا فهم دول ممكن نعمل ايش؟ اكستندنج، يعني نخليهم اكثر من مدخل. وكيف بصير الكلام هذا؟ عندنا مثلا ايش ندخل اكثر، ندخل اند ورا اند، او ندخل نجيب اند اكثر من اكثر من ايش من انبوت بدون مشاكل، لانه واحد او واحد او واحد او واحد اقول واحد ضرب واحد ضرب واحد ضل نفس الايش البوابه شغاله. عكس ذلك موضوع الناند والنور ار كوموتيف بات نوت اسوشيتيف، ذي ار نوت اكستندبل. يعني لا يمكن لا يمكن قلب المقاييس. يمكن نقول اكس او واي او اكس بطلت واي ايش بط ايش بطلت زد، بصير ايش العلاقه هان اكس زائد واي تمام معكوسه هان تمام ضرب زد داش. لو بنفع نقلبها ما بنفعش، لو بنقلبها بصير شو؟ خلي القوس ايش الاكس برا والقوس يقدم لقدام، بصير عندنا يعني اكس بط نط واي نط بطلت زد. بس لأن يعني بطريقة هاي صار عندنا يعني الإكس داخل عدل لحالها هيك، بدل ما كانت الواي داخل عدل على الـ على الـ على النوت أور الأولانية تمام نوت أور، وبنلاقي عندنا صار عندنا داخل هذه في النوت أور الأولانية واي نوت أور زد، وهذا بيختلف عن هذا صار. وبالتالي لا يمكن إنه نعبر ونعمل إكستندينج للنوت للنور مثلا على إن تكون أكثر مالتيبل إنبوت فيها. تمام، demonstrating the non-associativity of the NOR operator. وبالتالي لأنه هان X but not Y but not Z not equal X but not Y but not H Y not Z. تمام هكذا. A multiple NOR بساوي complement of OR gate، multiple NAND بساوي A complement of A AND. The cascaded AND operation بساوي sum of products، cascaded NOR operation بساوي product of sums. يعني نيجي هنا عندنا مثلا اكس واي زد اللي هي النوت اور بتساوي اكس زائد واي زائد زد داش، هيك رمزها 3 انبوت نور. طيب 3 انبوت نان بتساوي هيك اكس واي زد نوت كلها في داخل الداش. طب نيجي هاي كاسكيد نان جيت بتساوي عندنا اي بي سي تمام ودي والاي، فمعنا مالتيبل انبوت اند كاسكيد نور نان جيت تمام نور اند نان جيت عفوا. عندنا هان A B A and B and C invert يعني NAND، وعندنا D and E NAND بيطلع كله هان إيش ال F بتساوي إيش A D NAND A E NAND A NAND B NAND C. تمام، يعني بيطلع هان A B C داش ضرب D E داش وكله تحت الداش، وبيساوي A B C زائد D E. هذا ال F هنا. تمام، نيجي لو نعبر عنها بطريقة أخرى ما لها إبدالية، هل بظبط الموضوع هذا؟ طبعا الموضوع هذا بصير مش بصير تغير في إيش؟ تغير في الشيء في ناتج البولين فانكشن تبعنا، وبالتالي الأوتبوت تبع الأوبريشن تبع الناند أوبريشن كمجموع بصير إيش؟ بصير مش مظبوط.
تمام. لو جينا هنا 3 input NAND مثلا، عطينا X Y Z NAND معكوسة، تمام. وأنا الآن قلناها برضو X Z Y Z بصير إيش؟ داش. طبعا استخدام هذه ممكن كرموز، لكن بالنهاية تطبيقها عملي إيش؟ نطور نطور بعض، مش دائما مظبوط، تمام. فالـ XOR and XNOR gets are commutative and associative. XOR and XNOR طبعا الـ XNOR والـ XOR والـ XNOR commutative and associative، يعني تمام، فهم فيهم صفتين، التوزيع والتعدي، التوزيع والإبدال، عفوا الإبدال والتعدي. فمالتيبل انبوت XOR gates are uncommon، لكن عمليا XOR بأكثر من بوابة مش دارجة، مش كثير مستخدمة. لان ليش؟ لانه اكس 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 اور واي كان مره، بعدين النتج حكون ايش؟ اكس اور زد، بيطلع بالطريقه هذه. يمكن استخدامها عادي، لكن استخدامها مش دارج كثير. ويرمز لها بالرمز هذا 3 انبوت جيتس اللي هو اف ايش؟ اكس اور واي اكس اور اكس اور زد. طيب يلا، كان اكس اور مالها از ان اود فانكشن، ليش ان اود فانكشن؟ لان دائما لاما لما يطلع يكون عندنا مجموعه الوحدات في الانبوت اود يعني مفرد، بيطلع الجواب عندنا واحد. لما يطلع مجموع الوحدات في المداخيل زوجي، بيطلع لنا الجواب ايش؟ صفر. نشوف كيف مثال. عندنا هنا 001، كم واحد عندنا في المداخيل؟ واحد لحاله، واحد مظبوط، طلع الجواب عندنا واحد. عندنا 010 ايش؟ كم واحد في المداخيل عندنا؟ واحد، طلع الجواب عندنا ايش؟ واحد. عندنا 011 كم واحد عندنا؟ اثنين، يعني مجموع زوجي، طلع الجواب عندنا ايش؟ زيرو. فلما كان عندنا دائما فرد مجموع الوحدات الداخله فردي، بيطلع الجواب واحد. نجمعهم زوجي، بيطلع الجواب عندنا زيرو، هو بيطلع اوتبوت ايش؟ زيرو. نفس الموضوع هنا، عندنا واحد زيرو زيرو، عندنا واحد لحاله، يعني ايش؟ يعني عندنا الداخل ايش؟ فردي، بيطلع الجواب عندنا واحد. هكذا لو عندي هنا اثنين، جواب صفر، اثنين صفر، ثلاث وحدات طلع الجواب واحد، يسموها ايش؟ اود فانكشن لهالسبب هذا، تمام؟ طيب نيجي على موضوع اللي هو بوزيتيف اند نيجاتيف لوجيك. في عندنا تعريف، بنعرف احنا البوزيتيف والنيجاتيف لوجيك بناء على السيجنال المستخدم في لوجيك ديزاين. في حالتين، مرات بنقول عن الواحد هو الهاي، بكون السنجل هاي فاليو، او بكون عندنا ايش؟ فاللوجيك فاليو، او بكون عندنا اللوجيك فاليو صفر، فبكون هو الهاي. فبسموه هذا بوزيتيف لوجيك وهذا نيجاتيف لوجيك. البوزيتيف لوجيك انه الهاي عند الواحد، لما نعرف الهاي على الواحد. النيجاتيف لوجيك العكس، بصير يعني الهاي هو عند الصفر، تمام. وبعبروا عنها هذه ايش؟ في المايكرو كنترول المستقبل، محاضرات مستقبليه والكمبيوتر اركتكتشر، انه بسموه اكتف لو او اكتف هاي. يعني لما يكون البن تبعنا تبع المعالج معرف انه يكون اكتف لو، لازم يكون السيجنال، لما يكون السيجنال عليه صفر يكون هو ايش؟ فعال اكتف. ولما يكون انا بكون اكتف لو، لما يكون اكتف هاي مع فعل على الهاي، نكون البن تبعنا مفعل، لانه على واحد يكون اكتف وفعال البن، فيطلع داتا، يستقبل داتا او ما الى ذلك، البن هذا على المعالج او ما الى ذلك، المايكرو كنترول يعني معالج دقيق. ففي فرق. على العموم في محاضرتنا هذه، الكتاب اللي اخذتوه من الماده والاستعداد، كل شغلنا حيكون على البوزيتيف لوجيك، يعني الواحد عند الهاي مش عند الصفر، يعني الواحد حياخذ الهاي، الهاي بيجي مع اللوجيك 1، تمام. المهم تو سيجنال فاليوز هم تو لوجيك، يعني تو لوجيك فاليوز. احنا من زمان عندنا شرطين، وبالتالي عندنا قيمتين منطقيتين. فعندنا بوزيتيف لوجيك اللي هو اتش بتساوي 1 واللو بتساوي 0، والنيجاتيف لوجيك اللي هي اتش بتساوي 0 واللو بتساوي 1. فنعمل كونسيدرنج ايش؟ تي تي ال جيت، يعني ترانزستور ترانزستور لوجيك. بوزيتيف لوجيك اللي هي الاند جيت، والنيجاتيف لوجيك هي الاور جيت. ذا بوزيتيف لوجيك از يوزد ان ذيس بوك، تمام. فعندنا عمليا في الكتاب والشرح والرسالة هو عبارة عن الايش؟ ال عندنا البوزيتيف هاي هو المستخدم، او تمام، عند الهاي عند الواحد. طبعا البوزيتيف لوجيك هو الاند جيت، اللي دائما عندنا وحدات بيطلع لنا ناتج واحد. النيجاتيف لوجيك انه بيطلع لنا مع المنطق تبعهم انه ايش؟ اي شيء يطلع لنا صفر مش مشكله، اهم شيء يطلع لنا واحد واحد، بيطلع لنا الجواب واحد، تمام. المهم سيجنال اساينمنت ات اند لوجيك بولاريتي، هي اللي هاي الهو الهاي عند الصفر، و
واللون الواحد، وهذا الزيرو لو، والهان الواحد هو الهاي. تمام اوكي. فان بناء على اللوجيك البوزيتيف والنيجاتيف لوجيك تيبل شويه ممكن نطلع على التيبلز بننظر اخرى. بدل هان مثلا التروث تيبل وذ هاي اند لو، عندنا الزد بتساوي لو 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 هاي لما يكون مع الاند. تمام 0 0 0 1 1 0 1 1. تمام عبرنا عنها بالصفر وواحد. فمثلا لو جينا على الاند بوزيتيف لوجيك اند جيت، عندنا الاند مثلا بوزيتيف لوجيك يعني هو الواحد هو الهاي والزيرو هو اللو. فهكو عندنا 0 0 اللي هو لو لو 0 0 1 0 0 1 0 قصدي حتى 0 1 1 1. هذا ايش لما كان ايش بوزيتيف لوجيك. لو اخذناها احنا التروث تيبل فور نيجاتيف لوجيك ايش بصير عندنا؟ بصير معكوس الموضوع، بصير عندنا عند الواحد واحد هو ايش؟ صفر صفر، والواحد صفر اللي هي اللو هاي صار عندنا واحد صفر، بيطلع الجواب عندنا ايش؟ لو اللي هو واحد، لانه عندنا الواحد هي اللو صارت، وصفر واحد اللي هي هاي لو عنده، لانه هاي عند الصفر عندها بالعكس معكوس طبعا، لانه هاي نيجاتيف لوجيك، بيطلع عندنا الواحد عنده. تمام؟ ولما يكون عندنا هاي هاي اللي هو لانه الهاي عند مفعل عنده على الزيرو، بيطلع لنا هاي هاي زيرو زيرو، بيطلع الجواب زيرو. تمام؟ وبنوز لها بالاور طبعا اللي هي اف نيجاتيف لوجيك اللي هي الاور جيت. تمام؟ بالرمز هذا. تمام؟ فرمز النيجاتيف لوجيك اور جيت هيك، بوزيتيف لوجيك اند جيت هيك، والجيت بلوك دياجرام ديجيتال جيت بالطريقه هذه ديجيتال جيت اكس واي زد. تمام؟ ديجيتال جيت. اوكي. الانتجريتد سيركتس هذه كيف نعمل الاي سيز يعني يسموها اللي هي الدوائر المدمجه او الدوائر المتكامله. انتجريتد سيركتس ليفل اوف انتجريشن ان اي سي تشيب، يعني عندنا تشيب واحد بيكون عليه هذا لما نخش على المعالج الدقيق وهيكله الحاسوب وانواع الذاكره وتقسيم المعالج تقسيم المايكرو كنترولرز، هنفهم ايش يعني اي سي بشكل افضل. لكن نفهم انه الاي سي هذا عباره عن تشيب بيكون عليه ملايين كميات الالاف عشرات الالاف الاف او مئات حسب التكنولوجيا المستخدمه من ايش من البوابات المنطقيه او الوحدات التخزين او الاخراج وما الى ذلك. تمام؟ فمثال عندنا سمول سكيل انتجريشن، انتجريشن صغير صغير مش كبير، سمول سكيل بكون عندنا 10 جيتس او اقل. الميديوم سكيل انتجريشن بكون من 10 ل 100 جيتس على الشيب الواحد. اللارج سكيل انتجريشن ال اس اي من 100 ل 100 اشي 1000 جيت. طبعا من الفيري لارج سكيل انتجريشن بكون بصدق فوق ايش تعدينا الكيلوات الاكس كي، يعني عدينا الالاف. تمام؟ من الجيت صار الشيب الواحد صار اكثر من 10000 واكثر من، انا مش بس الوفات وانا معي دخلنا في مجال 10000 جيت على الشيب الواحد. الفيري لارج سكيل انتجريشن ما لهم لها مميزات، سمول سايزد حجمها صغير، لو كوست تكلفتها اقل انها حجمها صغير، لو باور كونسمشن تشتغل كهرباء كثير طاقه كثير، وهاي الريلابيلتي لانها دائما يمكن بسبب تكنولوجيا متطوره وعاليه يمكن الاعتماد عليها. طبعا بسبب انها صغيره كل الدوائر المنطقيه جنب بعض لز مضبوطه في حي صغير، بكون فيش وقت بروح في الكوميونيكيشن بين بعض، فبكون عندنا هاي سبيد بكون سريع جدا. يعني تكنولوجيا اصلا هي كمان تكنولوجيا حديثه. فالهاي سبيد هذا الفي ال اس اي طبعا هي الهاي سبيد وكل المميزات فيها لانشاء اي ايش اي سيز. تمام؟ ديجيتال لوجيك فاميليز سيركت تكنولوجيز، يعني ايش انواع التكنولوجيا المستخدمه في هذا عشان يكون الاي سيات. عندنا تي تي ال اسمها ترانزستور ترانزستور لوجيك اللي هي هذه داينج يعني بتنتهي عمل عصرها انتهى صارت قديمه شويه. اي سي ال اللي هي ايميتر كابل لوجيك، هاي سبيد هاي باور كونسمشن سريعه كثير لكن مستهلك طاقه كبير، هذا اللي ايميتر كابل لوجيك. تمام؟ وعندنا الموس تكنولوجي الميتال اوكسايد سوبر كوندكتر. تمام؟ هذه تكنولوجيا طلعت كانت جيده وبتستهلك طاقه معقوله وسرعتها معقوله، لكن طلع بعدها احسن منها، طلع ان موس بعدين طبعا، وهاي دنسيتي كثافه عاليه في الاي سيات جنب بعض في الدوائر جنب بعض، لكن طلع بعدها السيموس اللي هو كومبلمنتري ميتال اوكسايد سوبر كوندكتر. ليش؟ ميزتها كانت عن قبل ان استهلاكها للطاقه كمان ايش؟ اقل. فبالتالي كل ما استهلك طاقة أقل يصير عندنا الجهاز بسخنش أكثر، بضل إيش محافظ على برودته. هذا لازم نهتم فيها لما يكون عندنا إيش آلاف القطع جنب بعض شغالة من الأي سيات وسخنوا مرة واحدة، نبدأ تبريد أكثر وبالتالي استهلاك الطاقة أكثر. تمام؟ الأحدث شيء اللي هو الباي سيموس.
تمام، اللي هو هاي سبيد وهاي دنسيتي، يعني سرعة عالية وطاقة عالية وايش وكثافة عالية من الوحدات او الجيتس، الديجيتال جيتس جنب بعض، تمام. هذا الباي سيموس والاحدث والافضل حتى الان، طبعا الاغلى سعرا، تمام. The characteristics of digital logic families، خصائص العائلات اللي هي logic families ايش؟ Fan out number of standard loads that the output of a typical gate can drive، يعني كم اللود تقدر تعمل تحملوا هذا ال اسمه البوابات زي هذه تاعت digital families. وبعدين اهم شيء power dissipation اللي هي استهلاك الطاقه او استفاده الطاقه dissipation، عفوا power dissipation. بعدين عندنا ايش propagation delay. propagation يعني الوقت بيستخدمه الاشاره محمد خش على البوابه تطلع من الجهه الثانيه على الاوتبوت، تمام. فهو transition time اللي هو عشان يعمل propagation السيجنال من الانبوت للاوتبوت. والنويز مارجن ذا مينيمم اوف اكسترنال نويز فولتج ذات كوزد باي انديزيرابل تشينج ان ذا سيركت اوتبوت، بمعنى لما نغير التشينج من لو لهاي صفر لواحد لواحد لصفر، الاكسترنال نويز فولتج هذه اللي هي الرينج اللي بيكون مش مفهوم يعتبر غير فاليد غير صالح للاستخدام، كم هذا التاثير تبعه قديش على الاوتبوت لما نعمل عمليه تغيير في الاوتبوت من صفر لواحد او واحد لصفر. فهذا النويز مارجن بسموه، النويز اللي هو التشويش أو حيث التشويش المقبول اللي عندنا كم هو، هذا بيلعب دور في البوابات. كان حيث التشويش عالي كبير بكون الاي سي سيء، اذا كان قليل بكون كفاءته اعلى وما الى ذلك، تمام. عندنا السي اي دي اللي هي كمبيوتر ايدد ديزاين، المليونز اوف ترانزستورز، تمام. هذول ايش انه بنعمل عمليه رسم للاي سيات باستخدام الكمبيوتر برامج الرسم حتى نعبر عن الدوائر المنطقيه هذه، بحيث انه يكون نرسمها على خرائط في الاول باستخدام الحاسوب قبل ما نروح نطبعها في الايش في المصنع التصنيع وندفع مصاري. فهي عباره عن برامج ايش باستخدام الحاسوب من اجل ديزاين للاي سيات هذه. بعدين كمبيوتر بيست ريبريزنتيشن اند ايد هي عباره باستخدام الحاسوب بنعمل ريبريزنتيشن للدوائر هذه ومن اجل الدعم والمساعده. وبعدين اوتوماتيك ديزاين بروسس بتعمل اوتوميشن، ناخذ الخريطه كلها من البرامج السي اي دي مثلا ونوديها على اس ام دي ماشينز مثلا اللي هم بتصنعوا الاسيات هذه، بكون الخريطه جاهزه بتم تلقيم الديسك فقط في الاله، والاله بتقوم بطباعه الاي سيات طباعه وكذا بتطبع على كتب او ورق، تمام. فهذا اسمه اوتوماتيك ديزاين بروسس، كله اوتوماتيك لانه عشان ما يصير في اخطاء، لانه بالانسان حيخطا ومش حيعمل اصلا انسان مهما كانت قوته الخارقه. شغل الماشين هذا انه يطبع مئات الالاف من الديجيتال جيتس في داخل مايكرو تشيب واحد لحاله، يعني هذا التقدم الحديث. يعني ديزاين انتري سكيماتيك اند كابتشر، وعندنا طبعا كيف نعمل احنا نعمل سكيماتيك شابتر، يعني لما نعمل سكيما للخريطه كلها، يعني هل عندنا ان بعدين انفيتر بعدين اود اور كذا، لنرسم من ايش؟ لنرسم كل البوابه الاي سي الانتجر سيكت تبعتها بالبوابات المنطقيه نرسمها رسمه كامله، فنعملها بعدين سكيماتيك كابتشر لها كيف انه حيكون الاوتبوت تبعنا بناء على رغبتنا من رغبتنا اللي حينفذها هذا المايكرو تشيب اللي بيحتمل على مئات او الاف الدوائر المنطقيه، تمام. فهذا سكيما كيف انه حيكون تنفيذ العمليه ورا بعض. هذا كلام باستخدام ال HDL اللي هي اسمها Hardware Description Language، اللي هم فيهم نوعين عندنا الفيرلوج وال VHDL، وهذول ان شاء الله حتبحث عنهم عشان في الناحيه العمليه حيكونوا مهمين بالنسبه لنا عشان نعمل عليهم ايش برزنتيشنز ونفهم وقعهم وحبذا امثله والفروق بينهم هذول ال VHDL والفيرلوج، ايش امكانيات هذا وايش 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 مواقع ضعف هذاك، عشان احنا ان شاء الله كل واحد ياخذ جزئيه معينه يعمل فيها بحث من اجزائها في لغات البرمجه هذولا عشان يكون هذا في الجانب العملي بالنسبه لايش التقييم الخاص. بدي اخش على السيموليشنز. السيموليشنز هذول هم عباره عن محاكاه عن طريق الحاسوب للدائره ايش حتعمل، فبنشوف الاوتبوت مضبوط زي ما توقعنا ولا مش مضبوط زي ما توقعنا. طبعا في برامج للسيموليشن الهاردوير، هذه السيموليشنز هي شويه مرتفعه الثمن وباهظه، ممكن نتدرب عليها بعضها اذا كان في امكانيه متاحه، شيء اوبن سورس بس لحتى الان مش لاقي شيء
متاحة بشكل رخيص بشكل مناسب، وإن شاء الله أتواصل في الموضوع هذا، وهكتفي يمكن في السيموليشن سوفت وير سيموليشن هذا اللانجوجز بتاعت الهاء اللي هي اتش تي ال والفيرلوك. تمام، بعد ما خلص السيموليشن هان ونعمل محاكاة لكل الأشياء اللي عملناها من عندية تركيب التنزستورات مليونز ونعمل دوائر وكذا، حصل عن ال HTL هاردوير وكذا، ونعمل سيموليشن، بعدين بيجي الفيزيكال رياليزيشن وبنطبق كل اللي عملناه هذه بعد السيموليشن بشكل فيزيائي على الطبيعة عن طريق الـ ICIS أو الـ FPGA أو الـ BLD، يكون عبارة عن كومبوننتس في الطبيعة بننزل عليهم برمجهم برمجة هاردوير، يعني يصير هم عليهم الدوائر تبعتنا هذه الاي سيات المبرمجه عليهم كدوائر منطقيه اند اور وكذا كذا، حتى نشوف بعدين نفذوا بالضبط زي السيموليشن ولا ما نفذوش، وفي الطبيعه كيف كان ايش الانتاج تبعهم. تمام، فنيجي هان على اخر سلايد اللي هي ايش وات از ذا بيتر تو هاف مور جيتس اور سنجل شيب، يعني ليش دائما افضل، واي از بيتر، واي از ات بيتر تو هاف مور جيتس اون ا سنجل تشيب، ليش بنفضل نحط مجموعه كبيره من الجيتس والبوابات على تشيب واحد؟ ليش؟ طبعا امور بسيطه جدا، عندنا اول حاجه ايزير تو بيلد سيستم، اسهل لبناء السيستم بشكل متكامل. طبعا بانه عندنا مايكرو تشيبس عاديات بدنا لور باور كونسمشن، يعني عندنا استهلاك الطاقه بصير اقل، بعدين هاير كلوك فريكوينسيز، يعني عندنا ايش الكلوك فريكوينسيز تردد الساعه بكون ايش عندنا افضل وادق بسبب تقارب الايش البوابات جنب بعض، وبصير ايش التقارب احسن تبع الكلوك فريكوينسيز بكون افضل. نيجي وات ار ذا دروباكس اوف لارج سيركتس، المساوئ كومبلكس ديزاين، تعقيد في التصميم يكون صعب جدا، تشيبس هاف ديزاين كونسترينز، يعني التشيبس مش لازم لهم قوية خاصة عشان نصممهم بطريقة أو بأخرى، فبالتالي ليس من السهل أن دائما نعمل بشكل إنفينيتي إلى ما لا نهاية، نحط عليهم بوابات بوابات ورا بوابات، فبالتالي صعوبة التصميم بصير صعب. هارد تيست، صعب نعمل تيستينج ليش الهاردوير ونعمل فحص، ليش؟ لأنه عملية الفحص تبعهم بيكون إيش، يعني بيكون عندنا ملايين البوابات، ولما نفحصهم في خلل وين نلاقي الخلل من البوابات هذه، فالامور بتصير اصعب شويه في التعامل معها. طيب need tools to help develop integrated circuits، طبعا بدنا ادوات عشان نطور هذه النوع من الاي سيات اللي هو السي اي دي اللي يكون مثل ديزاين، بس يعني برامج خاصه بحاسوبيه خاصه عشان نصمم فيها الدوائر هذه. بعدين اوتوميت تيديس ستيبس تو ديزاين بروسس، يعني نعمل اوتوميشن لخطوات مضجرة ومملة عشان نعمل عملية بروسس، نعمل تصميم عملية التصميم العملية نفسها، فنعمل اوتوميشن للخطوات تصميم او ديزاين شوي صعب ومضجر. الهاردوير ديسكريبتيف لانجوجز اللي اتش دي ال هم ديسكريب سيركتس، هذولا ممكن تساعدنا في انه نعمل عمليه سيموليشن على الدوائر هذه باستخدام ال HDL اللي هي هاردوير ديسكريبتيف لانجوجز زي الفيرلوج وال VHDL. ال VHDL هو المفروض انه يكون في اللاب، بس لحتى الان مش تلاقي لاب برخيص نقدر ندرب عليه. على العموم في كتير في اليوتيوب وفي الانترنت شرح لل VHDL كيف بنشرح، تمام، ممكن نعمل عنه ملخصات وبحوث بدل الجانب العملي. ايش هيتخصص في موضوع ال VHDL وايش هيبحث في موضوع الفيرلوج، وهياخذ جزئيات طبعا من هذا ومن هذاك، بس لازم تاخذوا فكره عن الموضوع من الان، لانه هذا المستقبل قد يلزمكم في الشغل بعد الدراسه وما الى ذلك. اذا التولز اللي بتساعد عشان نعمل ديفلوبينج للاي سيز هي السي اي دي، وعندنا نعمل الاوتوميشن للخطوات المضجره، نعملها اوتوميشن عشان نعمل ديزايننج، نعمل اوتوميشن للخطوات المضجره والممله في عمليه التصميم، او بعدين نعمل نستخدم الهاردوير ديسكريبتيف لانجويج الاتش دي ال لانجويجز، وخاصه الفي اتش دي ال اللي هو حيكون هو الفيرلوج، يعني مطروح عندنا في الجانب العملي كبحوث وايش وما الى ذلك. وبارك الله فيكم.